السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم نعمل واحد الطواجن مغربي ديال اللحم باللوبيا الخضراء الشراوط، تيجي لذيذ شهيوة من الشهيوات. عندي هنا واحد القطع، ربعة ديال القطع ديال اللحم ديال الخروف ديال الكتف، يعني كل واحد على حسب الكمية اللي باغي يطيب. هذا نطيبه باللوبيا الخضراء الشراوط هكذاك، عندي طرية. نحتاجو اللحم هكذا، نحتاجو واحد المطيشه كبيره محكوكه، عندي بصله حمراء كبيره مشلضه ومزوته ديال الحر بالنسبه للناس اللي تعجبو. والتوابل عندي الملحه، الابزار، سكينجبير والخرقوم البلدي. نبداو على بركه الله، نديرو شويه ديال الملح هنايا، شوية ديال الابزار ولا الفلفل الأسود، البلاك بيبر، الجنجر أو السكينجبير، عرق، وعندي تيرميريك أو الخرقوم البلدي. ما تنستعملش المنومي، اللي تيبغي يستعمل شي حاجة استعملها حر، أنا تنستعمل دائما الخرقوم البلدي. والثومة كذلك راها مبانش في الفيديو. نزيد شوية ديال الماء هنا، واحد المقيطة، وغنخلط. ممكن تعملوا هاد العملية دابا، ممكن حتى تحطوه في الطاجين عاد نزيدو التوابل، تبقى لكم الاختيار. هي التوابل على حسب الكمية ديال اللحم اللي عندكم. هنا الطاجين انا درتو يسخن مزيان من قبل، نزيد دابا زيت الزيتون، زيت البلدية، وغادي نضيف البصلة باش تشحر. سمعتو بأن الطاجين راه سخان مزيان قبل ما نحط فيه هاد البصيلة. نضيف هداك المزيد كذلك، وغادا نخليها تشحر. نضيف ليها واحد شوية ديال الملحة باش تنزل شوية هكدا، وغادا نخليها نسد عليها الطاجين ونخليها تشحر مزيان تدبل قبل ما نضيف اللحم. نفتح هذا الطاجين، شوية البصلة نزلت، من بعد نضيف اللحم في المخلوط باش هو يتحمل من الجهة الأولى والثانية. نسدو دابا على الطاجين، نخليه يتحمر من الجهة الأولى ومن بعد نقلبها للجهة الثانية. نقلبو دابا على الجهة الثانية، بعد نزيد هذيك المطيشة اللي حكينا، هذه غير مطيشة واحدة كبيرة تبارك الله عاطية هاد الكمية. نخليها تشحر حتى هي مع اللحم. هنا نشربو هذاك الإناء اللي كان فيه التوابل اللي درنا فيه اللحم،
نسديو عليه، نخليوه على نار متوسطه حتى ماشي المهيله، نخليوه يتشحر على خاطرو. ومن بعدها نزيدو له شويه ديال الماء بعد ما تشحر هاد مطيشه مزيان تقلى هي واللحم والبصيله، عاد من بعد نزيدو الماء اللي يطيب فيه اللحم ديالنا. هانتوما مطيشه الطماطم طلقات الماء ديالها، دابا لحد الان مازال ما زدناش نهائيا الماء. نخليوها نهبطوها هنايا في المرقه. هاد المرحله مهمه اننا في الاول نشحروا مزيان هذيك البصيله واللحيمه ديالنا وكذلك الطماطم المطيشه باش كلشي تيجي المذاق ديالو لذيذ، ماشي من الاول تنقطوها هكا نمرقو نزيدو الماء تيجي الماكله باسله. تيها في الاول راني نسيت ما بينت لكمش اننا تنديرو كذلك الثومه، انا درت الثومه غبره راه نسيتها في الاول سمحوا لي، تنديرو بصله تنديرو الثومه كذلك. دابا نخلي هذا اللحم هنا وما نضيف له دباش نهائيا الماء حتى يزيد يتشحر مزيان، وعاد نضيف له شويه ديال الماء الذي يكون كافي باش انه يطيب. دابا مطيشة راه بانت دابت وخا هي راه محكوكة، لكن المهم راها صافي العناصر راها تجانسات هنايا مزيان يعني تشحرات تقريبا، خليتها تشحرات مزيان. دابا نضيف شوية د الماء اللي خاص باش اللحم ديالنا يطيب، ماشي بزاف لأن شتي البصلة ومطيشة راه طلقو الماء ديالهم. صافي بغا نسد عليه ونخليه يطيب على خاطرو حتى لآخر مرحلة، عاد تنضيف اللوبيا الشراوط ولا اللوبيا خضرا طويلة وشوية ديال الحامض المسير. دابا غادي نخليه يطيب على خاطرو في هاد الطاجين. هنا احنا حلينا على الطاجين، اللحيمة ديالنا طابت ما شاء الله راها زبدة، هانتوما يبان لكم هي من العظم ديال اللحم راه تفرق على اللحم، راه اللحم صافي طاب مزيان طايب. وهانتوما المريقة مشحرة، في هاد المرحلة غنضيف اللوبيا الخضراء اللي كنت نقيتها وغسلتها مزيان. عندي هنا قياس نص كيلو يعني كفاية بالنسبة لهاد الطواجن اللي عندي. ما شاء الله هاد اللوبيا الخضراء طرية طرية بزاف، تتكون طرية تتكون لذيذة ما دايزة لا فريكو ولا في الثلاجة، فتتكون لذيذة هاد اللوبيا الخضراء هكذا. فعلا هاد الكمية اللي غتكفيني لهاد الطاجين، شوفوا ما شاء الله اللون ديالها كيفاش داير خضر غزال ما شاء الله فريش يبان. ودان في نفس الوقت دابا نقطع واحد اربع حامضه مصيره، هنا نجبد هذاك المزيود نحطو من الفوق، راه طلق اللذه ديالو مع ديك اللحيمه. هذا بالنسبه للناس اللي تيبغيو شويه المذاق ديال الحار النسمه ديالو في الماكله ديالهم، تيضيفوها كمزيود ولا شويه ديال السودانيه. انا عندي اربع حامضه مصيره راني قطعتها شرائح هكذا وغادي نحطها من الفوق. الحامض تعطي واحد المذاق لذيذ لهاد الطويجن ديال اللحم باللوبيا شراوط، تيجي لذيذ بزاف. نزيد شويه ديال الملح الفوق على حسب اللوبيا لان هي ما فيهاش الملحه، انا ملي ضقت من قبل كانت هذيك المليحه اللي دات كافيه بالنسبه للحم، ولكن ملي ضفت دابا اللوبيا خاصني نضيف لها شي واحد رشيشه من الفوق. وهنا نضيف شويه ديال الماء سخون من الجوانب هي باش طيب لنا فيه اللوبيا، ما نكتروش باش ما يجيش ميه هي شويه. وغادي نسد على الطاجين ونخلي هذا يطيب على خاطرو هذيك اللوبيا طيب مزيان. هنا شوف ما شاء الله خليته على المهل، اللوبيا طابت والطاجين شرب جا واقف واكح يعني المريقه ديالو واقفه، واللوبيا ديالنا راه طابت، اللحيمه طيبه يعني مقلي ومشحر هذا الطاجين ما شاء الله. يعني الواحد بحال هكا نوض في الصباح ينصب الطاجين ديالو ويخليه
طبعا لا المهل يمشي يقدر واحد يقدر الشغل ديالو تيجيش هو من نور المذاق لذيذ يعني كل شيء مشرب لقامة والطياب على المهل تجي الماكلة ما شاء الله رائعة ما يشبعش منها الواحد. فهاد الطويجن تبارك الله جا لذيذ ما شهيتكم فيه. نتمنى تجربوا هاد الوصفة ينال الإعجاب ديالكم وتخلوا لي واحد التعليق زويونة وتنشروه مع الأهل والأصدقاء واللايكات وشكرا على المشاهدة والتقي بكم فيديو قادم وصفة قادمة بحول الله وشهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.